خبز اذا نقص نفك عشان ما يرمى. فكوا من الحين فكوا لين نقص. سبيكر يا عم منيب خلنا نفطر يا عم منيب عطوش على سبيكر. يود احسن عليك هنا. لا تعال هنا تعال هنا تعال. ما هذه ما هذه ودي 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 بسم الله واحد اثنين ثلاثة صلوا على النبي. عاد واحد من الشباب عبد الرحمن. وين؟ اصبروا. ها اصبروا يا رجال. صلوا على النبي. الاولى من الاولات وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. اسكب ذي بس. المهم هذا فطور مقدم من جروب الدعم بيض الله وجيهم بيض الشهر والله يجود عليهم يغنيهم يرحم والديهم صراحة انهم ما قصروا لا معي ولا معكم اجمعين من ناحية جروب الدعم بيض الله وجيهم وجمل الله حالهم يعلم الله انهم ما قصروا وفي رسالة ارسلوها قالوا بالعافية عليكم شيء بسيط مقدم مننا واول الغيث قطرة اصبر علينا وبيجيك اللي يرضيك ويرضي المشاهدين بإذن الله من فريق دعمك الموقر اللي مو متاكد واضح متابعين الله يجعله بالعافيه الله يجعله بالعافيه وجود عليه تحيه وجيههم محمد السبيعي والله ما قصر مشعل اقول تقلط معك وقرب الدعم اجمعين محمد السبيعي هذا رجالكم نعم والله انا رجال محمد من محمد السبيعي رجالكم لا هو ولا عاد قلبه خسر واقف القويه موت الجماعه مشعل لبيه انت قرب دعم حبيبي اشكرك انا ليه ما حد بيجي هذا وش راجي قول قول ها قول تحفظ هلا سمع سمع هنا احسب نفسي قصيده يمكن تطلع لك قصيده لا لا يا ابو مرعي احسب قصيده يا سلام يا حبيبي ليه احسب والله العظيم يا ذاك ولا بجري ابنك ذيك دادي ما ادري وش كنك مبرك لنا قعود جعل الوالدين مقصوده حيط والجاي يعظ جعل لي منك وطيح حينا في دار الوالدين قول جنة هذه ما يصدق الاول من الابواب والله والله انت حبيبي ويجمل حالك الله يرضى عليك لا لا انت غريب هذه والله رصيد كل من عدمكم ولا نفقد دروسكم عشق الدبا خفيف عشق الدبا الله يجعله من عافيه هذه من جروب الدعم واللي من عندي ان شاء الله جاي قريب يا شينك الثانيه من الثانيات يا مصيب الله يبيض وجهك يبيض وجهك يعني قال لنا تغير قفره هم جايبين لنا السحابه بكبرها اي والله مع ان الكيسه يوم جتنا فيها ريحه ديزل عرفنا من جابها وبيض له وجهه معروف جمل الحاله راعي مدبله يا مشعل كثر الله خيرك والله يجود عليك وبيض له وجهك انت ودعمك ولا الاولى من الاولات انا لما اني قلت الاولى من الاولات اعتبرنا هجت معي لكن عسى الله ييسرها سمعت كثر خيرك جد الله عليك الله يجعل به العافيه ورجع والديك الجنه وخيرك واجد يا رب العالمين يا مشعل الله كثر خيرك يرحم والديك لا بندر اكل اكل رتويت انا الله يجعل بالعافيه كلكم نسر عليك والله ابو مرعي هذا يا رجال ما شفنا من شيء لا قرب دعنا ولا مويه لمح اكثر مويه ما شفنا من بس تستدش مشكلته عقلكم ما لها صور كم ما لها صور دخل شاعر هنا يطلع طفل اخاف بكره اودي الحضانة انا مالي شغل ادويه واخذ صنع بكل حب حط على طفل طفل لا تستغرب يحطها على الثلاجه يعني على الثلاجه خلاص شاب عاد تسر فش ابو شعال مكان مكان والله فيه العافيه امنعني منه هيا شوف ولد ولد افطر يا ولد ولد والله نعمه ونعمه وانا ابوك الله الله يرجع هذا لوي ابو جابر والله انت يعني عصير مو في عنك 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 تاقو ولد عشان عصير الله يجود عليك يا رحم والديك وبيض وجه فريق دعم افطرت يا والله ان عين الخير الله يرحم والديك الله يجعل بينا
عبد المحسن كل ما خليت شيء والله انا ما خليت شيء صدق الله ما كان شكله الاول عطني انا ادني باسمي يوم انا ادني من الثانيات قرب منير 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 بس والله اللي سويته ذاك اليوم انت يا ابو دنعه انها اجمل ولا قصو اللي يجي من مشعل اجمل واجمل ما يحتاج عندك نازيه ابو كثير عاد الا بن دنعه سوى المطاعم ودافع الرجال في ايش معك فيها ويعلم الله على مد حق انه صنع بكل حب وش معها فيها يوم يقصرني من دنعه انا اللي سويت مو المنطقه بالسر عاد الا تدعي علي 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 في مثل عن جد يقول اطعنت في جر ليه والله ابشروا بس ما بطينا الحين جايبين شيء انكم اني اقول لك اقول لك ايش علمك ايش علمك لا والله العظيم ما والله يوفقك والله ما امسك الا عن نظافه تخبطت لي غدير اشرع الجمه شربت وطالت خواطرها يرجع مع مشعل الله يكثر خيرك خلني اياه لا يا ابو دعم خلاص جاي ظروف ما لهم داعي والله ما لهم داعي هذه قسم ايش دعم يا ورع يا طفل اذا تخبطت في عدل وش العجل يا بابا يا ابن الحرم تداوي تضبط خاطره والله العلي العظيم اني اعزك على هذا اني العلك هناك قابلك على الحين ما ادري ايش تعول اسلم منك يبي شغل عمر عليك يا مشعل يبي العافيه يا بابا اللي هجت معه انا ابو محمد يقول للجدي لا تحرك في مكانك وعقب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حولك تنقص ما شاء الله ايش اسوي فيك؟ ايش اسوي فيك؟ يهيب قلت على وش؟ قول ما شاء الله يهيب انك بالشني طيب قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على وش؟ يا مشعل جعلني والله في الدنيا اقرب صوت عطر زندق يهيب قل له يهيب 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 لين تمسك يابا بعطيك يابا لا بهبس لا بيض وجهك انا بقسم للرجل اللي هنا ورديتني عليه الله لا يبيض وجه لا 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 سم انت ركيك خوض وفيك كتابات يا مديش ما الله يجازيك الان قولها الان وقت انا قلت والله البيض اللي عندكم مش شكشوكه كل كل كرشوكه شرشوكه خذوا من ده يا بدل بدل مراكب نادر يصايح نادر شيء ينذب يا زبده ايدين ايدين راحت سوده من الحر اذا ابتلاني في نفسي ابتلاني في نفسي يا رجيم ما شاء الله امان انا جميل والله انا ادعي عليك ادعي علي انا دعوه النظر ما راح تجاوب يا ابو جابر عليك ادعي عليك الله يتحلبس مدتي رد صح صح لا عاد يقوم مدتي ابو جابر انا في وجه الله ثم وجهك ابو علي بو دعدع انا في وجه الله ثم وجهك هاي دبدب دبدب انك تفكرين بحد اذا لا اقول لا غمزك خويك رفيقك ولا ولا يا قوم يا قوم خير التحيه رفيقك والله مشكله ثم والله ابو نايف شف طالع فيني طالع في الرجال والله يوم ما فيكم مودي من نقوم عليها جاتري ها ما عاد فيها شيء يا رجال شفتوا ما يتعشى اهنيك اهنيك على المنبر الحلو ما يبلغ ارز اهنيك والله يا منير 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 تعال منير تعال والله يجي والله يجي والله الله يكثر خيرك ويجزي عليك يا مشعل الله يجعل بيه العافيه خير في القدام والله راح تتفنن عاداتكم احنا من ربكم الله يجعل بيه العافيه واجعل جعلات دائمه من اشهر كثر خيرك رحم الله والديك يعني مكرر وجهك مجمل ومطلق خير من يمثل ربعه وجهاتهم من غير نعم والخير جاي خلت خلاص وعقبني فنجال ان كان قلطت في سفرتنا الحرث ذا فيها تاخر هنا توكل على الله والله انت ولد تخبطت في غدير وش رعد جنبي مشعل مشعل على قارور توصل للغدير الحشمه
لا النعمة ولا الرجل اللي جالسين يا حال ولا اطلع برا. الله يجعل فيه العافية ومن يقول يا رب العافية. أحس كيوت. الله يجعل بالعافية. كيوت يجيب لنا فطور بريك فاست. الله العلي العظيم يا حال. الله يجعلك كثر خير. مش أنا اليوم كاميرا تفرد. الله يبقيك يا عمر. يوم جاب الفطور. عنا ندورك بالسيارة يا مشفي. عنا بالسيارة ندور. معليش يا الجمان ولدكم خذ قلبي. الله يكثر خيرك يا مشفي. الله يجعل بالعافية. والله انكم ما افطرتوا يا رجال بس ما ادري ايش فريق دامي ايشكم ومسحنين جابوا ملعب الصابوني تسكيته والله اعمل ربك انه كم ابو شكله غالي يا ولد ملعب الصابوني يا رجل شكله قطع ما وراه قالوا تي وكان ترى ملعب الصابوني 200 انت فين فريق دامي وين فريق دامي وين فريق دامي انت صدق وين فريق دامي رجال هذا المفروض ما تقول له شيء هذا طاح سنه ولا اقدر اسوي شيء فريق دامي حتى ما تعاملني بالسلام على وجهي الله يقويك يا ملعي على عزيز رايدي الله وجهك فريق دعمك كثر دعمك وجهك ماني الا وياك الاخوان وانا وياك سوا انا ما خربت منكم جنبنا عند قريب البعيد يا الوالدين في الجنه ها القوم خاصه من جنه جاك يا منير هذا فريق دعم معلوم هذا مشعل فريق دعم الاول من الاولاد اصبر إيه فريق دعم هذا يجيب هذا فريق دعم واجيب هذا كله مشعل علي درع رئاسه علي درعان محمد سبيعي محمد سبيعي سياره دبل والجروب كامل هاي لوكس دبل ديزل ديزل أيوه. هذا فريق دعم جابه هذا فريق دعم ما فيه سحنان هذا فريق دعم ما في شيء انا فريق دعم ما في شيء ما في سحنان انا ميح شوف حتى بلوزه ما في حق هو بلوزه حقنا بعد منير فريق انا ابو انا ابو انا ماني اللي ماسك فريق دعم شكل ابوك اللي ماسك فريق دعم انا فريق دعم انا هو سوي ملعب صابوني بعدين سحنان هو في لعبه ما هو بس ما يجي هذا ما يجي بوفيه معنا بوفيه انا فريق دعم انا يجي انت يسوي شرشوك ما بقول ولا في شيء بشوي هو عمو عمو ثاني جماعة ممكن عمو يجيب جريش ممكن حطر مرقوق ثاني جماعة هذا ما بكيس هذا ممكن يطلع براي واروح لا لا ان شاء الله كلام ان شاء الله هذا افضل ولا انت فطور افضل مين احسن هذا ولا انت فطور لا لا هذا احسن كويس انت فطور افضل فطور اهم شيء انك عارف شرشوكة حق انت شرشوكة حق انت انت منهم شخرك يا البسر شرشوكة منير أزهم عليكم ثوم بالبيض أزهم الله ما سمعت كم مني هذه من فريق دعم الله يجعل ما فيهم ضعيف أنت شرشوكة بدون بالبيض ما في شرشوكة حي والله نفل ما فيها عليك فيديو طويل هذا العرب بدك إنه ياكل وكا عاد بقى أي والله ليه هبا قمت الأول من الأولات يا أبو حنيف أنت جبت ملعب الصابون وأنا وياك الحمتن وحدة يا مسلم وكلم زين تكلم زين فريق دعمك ودعمي يعني والله هدف وابشر بالمتزبلات فريق دعمك فالسيل ما يطيل ليش من سوبر والله ما شفنا لا كبر ولا سيل كل الثنتين ما شفنا أقول اعتبر فريق دعمك دعمك يا نما أنت نما أقول كل حقتي ذي لا تصرف لا مرحب يا مرحبا يا مرحب ممكن فريق دعمي فريق دعمي ممكن لا 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 فريق دعمي مكتوب فريق دعم سعود الحشم مو مكتوب سعود الحشم واحد عشان ما يكون فلوس ما عليه ما يدخل هذا فريق الدعم اذا ما يجيب ما طعم اتحدى ثاني خبر المتسابقين الاول الدفعات اللي راحت كانوا يجيبون اول ثلاث ايام اربع ايام عرفت كيف بعدها ما عاد يجيب شيء ولا شوف اللي تاخرون ذول يجيك بوفيه خلني اعلم ليه جابوا في الاولات؟ لان يخافون رجع يطلع ابراهيم شيء اللي قد ورد على الرجو قد على الرجو خاص منهم مو في الاخر شيء ما عاد الا 12 رجا ولا صح ما ابغى ابغاني يا مبغى والله العظيم انك تجيب الكلام وتنطر علينا احنا نجمع لك انا بجيب شحم من يم لف امك خلوك هلا يشعل عيد وردها ولا يقول لك الحمار لا شبع نهت ما بنهك نهت اعظم من النهك النهت انك يا ولد يا ولد يا مسلم تحق زين اقسم بالله انك لو ما تنزل يدك اني جي كف اني كل يتعلم به اتكركف لك بكف صدق اسلم يا صبي ولا كلمه منير هذا انا هذا ولا لقطم نظر اثنين ما في كويس برنامج انا اعلمك الله يعلمكم وبنظف الكاميرا بقدح وين هيكم الله يغنيكم وجود عليكم فريق دعمي وبيض الله ويجيكم جمال الله حالكم ولقم و ألقم والله لعيونكم جعلني في دار بعدين بسك سؤال ما لك دخل يعني لا تسأل بعض
وش سؤالك يا ولد؟ فزي 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 بعدين انت اصبعك مخشوشه ورا ليه فيها شاص؟ روح زاوي روح زاوي روح زاوي روح زاوي. اه قال لي كلام، شفت الكلام اللي قال لي يا اثنين؟ لا ما تصير نما لا كرنج كرنج انا بدار اي خدمه يا اخي واحنا لا تستحي شو بيعتكم اواكلك ها اواكلك كيف توكن احمد يعني اوانسك خلاص ما يهون يا ابو يحيى ها بسم الله جرحوك جرحوك جرحوني جرحوني شلت اسمك هيا حلاق 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 ازم ابن درب بعد ما اقول هم منير منير الحين ما داوم انت وهذا يشوف انت تلفزيون ما شاء الله كل يوم كل يوم انت في ولد بنت كم اثنين ولد ما شاء الله وهنا في اثنين اخوان هنا اثنين اخوان هنا انا ايوه انا اخوه هذا اخو حبيبي بقى. انا مدا انا اتصل كلام انت روح كاميرا انا شوف انت روح والله هو يقول روح كاميرا عشان يشوف انت انا هنا بس حركات واشوف كل بيت انا اشوف هو يحط تلفزيون قناه بدايه لا جواب جواب ما شاء الله هلا اي والله الله يخليهم لك ان شاء الله الله يطول بعمرك وعمره شوف لازم فطور ايه هو الحين يشوف انت انت وش يقول هو يشوف انا ايش كلام بعدين شوفه انت وش كلام الحين هو يشوف انت كلام باكستاني ما في مشكله ميسكو بوليغا جو تي في موبايل بده يكون مجي انه يقول انهم يشاهدوني على الجوال ايوه ايش بعد ايش كلام تسوي دعاء سوي دعاء ولد انت الله 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 يطول بعمرك وعمرهم يا رب انا سلمان انا محمد محمد ايوه انت ايش اسم منير صح منير يا منير عليته يا انجد علي انا خير خير مواجد الله يكثر خيرهم والله انا مره بتمر اليوم جعل والله فيها العاب يا شيخ والله 100 انت 100 والحمد لله يبا احنا بياك بعد شيل شيل هذا انت مليون الله يسعدك يسعد مثل ما سعد الرجال مستانس الله يجعله بالعافيه يا مني يقول انا اليوم فطور زياده الحمد لله جعل خيرك واجد يا مشعل واجد الله يجعله بالعافيه علينا تسوي هذا كله ها شوي حياك ركب ثلاثة على ايوه ايوه انا يعطي هذا حلا معك ولا معي لا ايمان تستفطر افطر انت الحين وما عليك امر الله افطرت الله يجد عليك ويجد عليك افطر يا ولد والله اني افطرت اقسم بيت الله انت الحين ماكني الله يجعلها بالعافيه ايش عاونك فيه؟ يعني فداك لا بس خلني بابا شيل لهم صحنين ولا ثلاث انا عاد اشيل شوي اوكي شيل تبدا على دربك اشيل لك شيء على دربك اعطهم ذا وبشيل لهم ذا اربع حلاقين باقي موجودين؟ اي باقي روح وانا نهدفها وحلق ودك انا هبد لهم عريكه ولا يديك تشلها عدنا ون يسكبها